معرض الحلي التقليدية كان فرصة أمام الحرفيين والحرفيات للتعريف بالموروث الثقافي المحلي وتسويق المنتجات التقليدية. لاحظنا أنها مشاركة يعني جدا مشرفة لبعض الحرفيات الذي أتونا تقريبا كلهم من ولاية شلف. أين كان لنا دردشة خلال زيارة هذا المعرض، دردشة معها هؤلاء الحرفيات، واستطعنا أن يعني أن نقدم لهم بعض النصائح من أجل الترويج لسلعهم. ندعو الحرفيين والحرفيات في هذا المجال التقرب من غرفة صناعة التقليدية والحرف لمرافقتهم وإعطائهم فرصة لتسويق منتجاتهم. تزامن المعرض مع اليوم العربي للتراث الثقافي للتعريف بالحلي التقليدية التي أبدعت أنامل حرفيات ولاية شلف في صناعتها على غرار المرجان، الجوهر الأصلي، الأصداف البحرية والفضة. المواد الأولية اللي نستعملهم في المجوهرة التوعية هي الجوهر، وثاني الصخاب، البياغ بريسيوز إلي بياغ سيمي بريسيوز، وثاني الكوراي، الكوكياج. شاركنا اليوم بهذا المعرض باش نحافظوا على هذه الحرفة، نحافظوا على الحلي تاعنا التقليدي اللي ما خلوش يروح. ومامتون رانا نعلمو في بنات باش هو حتى هما يقعدوا ما خلوش هذه الحرفة تروح هكذاك. تساهم مثل هذه المناسبات في الترويج لصناعة الحلي التقليدية التي تعتبر جزءاً مهماً في تاريخ وعادات منطقة شلف، تسعى الحرفيات إلى تلقينها لأبنائها بإدخال التقنيات العصرية والحفاظ على الطابع التقليدي.